حاجة أولى probability of R probability إنه H يكون، خلينا نأخذ مثلاً بدنا نحسب للطابق الخامس شو احتمال إنه خمسة يكون. هلا لاحظوا إيش احتمال إنه أعلى الهايست ريفرسال فلور يكون واحد، ضعيفة جداً مش هيك؟ احتمال يكون أكبر، فكل ما طلعت أكثر. خلينا نأخذ الخامس، فبدي أحسب إيش احتمال إنه الهايست ريفرسال فلور يكون هو الخامس. بدي أحسب إيش احتمال إنه الهايست ريفرسال فلور يكون من واحد إلى خمسة. شو بتساوي هاي؟ هاي هون إيش؟ خمسة. فبتصير خمسة إن قديش؟ عشرة وفي سبعة نص للقوة سبعة، قديش تعطيني؟ 7.8 قديش 7.؟ 8 1.25. خلينا ناخذ رقم أعلى، شو رأيك ناخذ رقم أعلى حتى يطلع معنا أرقام منطقية أكثر؟ رح آخذ التاسع، فخلي هذه 9 وهاي 9، فصار عندي احتمال انه هذا 9 على 10 0.9 لقوه 7. علي صوتك. 0.47. اذا احتمال انه المصعد ما يطلع، ما يروحش على الطابق العاشر، ما يطلعش، هي 0.47. خلينا نحسب للطابق الثامن. بوينت ار اتش تنتمي 1 ل 8 وتساوي 8 على 10 القوة 7. شو بتطلع؟ 0.8 للقوة 7. 0.2 1. هلا من هدول لو طرحت هدول الاثنين من بعض ايش بقول لي؟ والاحتمال انه الطابق اعلى هايست ريفرسال فلور يكون التاسع. اذا probability انه اتش يساوي 9 0.47 minus 0.21 وتساوي 0.26. في احتمال كبير انه اعلى طابق. لو بدنا نتاكد منها بنبدا نسال الطلاب زي ما عملنا المره الماضيه. كيف في طريقه ممكن اتاكد ان هذا الرقم صحيح بدون ما استعمل معادلات؟ مونتي كارلو سيميليشن. طلع نعيد نفس البرنامج، واحد من البرامج اللي عملوه الطلاب الخمسه، بضلك تكرره مره ثانيه. كل مره بيطلع الهايست ريفرسال فلور. شو يعني الهايست ريفرسال فلور؟ يعني حكون اعلى طلب طلبوه السبع باسنجرز، تاخذ السبع باسنجرز اعلى طلب طلبوه بتسجل. اذا كانوا تسعه في هذيك المره بتحط تك. كيف بالانتخابات بنحط شحطه ومنكمل، نضل نكمل، بنلاقي انه تقريبا في احتمال ربع انه يكون هايست ريفرسال فلور هو 9. اوكي كويس، هذا مثال رقم مبين. هل هذا بجاوب اللي انت السؤال اللي سالتيه؟